خلينا نكمل برضو ونروح للأستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، اللي أعلن كمان جاهزية الملعب لاستضافة مباريات الموسم الجديد، خاصة أنت بتتكلم بقى بعد انتهاء أعمال يعني الصيانة الدورية، والشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي كمان أعلن عن استضافته لمباريات 5 فرق بالدوري رغم طلب أكثر من 8 أندية اللعب على استاد القاهرة. على كل حال الأستاذ يعني وليد ما نقدرش إن احنا كمان ما يكونش معانا عشان يدينا مزيد من التفاصيل ونتعرف أكتر كمان عن استعدادات الموسم الجديد بإذن الله. يا أستاذ وليد صباح الهنا عليك في البداية. صباح الخير عليكي وصباح الخير على السادة المستمعين، ويعني برنامجكم جميل اللي متابع خطوة بخطوة كده في الوزارة الرياضية. صباح الهنا عليك وصباح عليك أكيد أنا وكريم أستاذ وليد، ودي مش المرة الأولى اللي حضرتك طبعا بتكون معانا، وحابين جدا في الأول يعني نقول مبروك علينا الموسم الجديد والاستعدادات الجديدة، وشفت صور استاد القاهرة والصيانة والشكل الجديد إن شاء الله للموسم القادم. خلينا نعرف لحضرتك بقى مزيد من التفاصيل، وكمان عايزين نتكلم على نقطة هنا يعني الزيادة في كمان عدد الجماهير. اتفضل يا فندم. اولا انا طبعا يعني عايز اشكر القائمين على المنظومه الرياضيه على المجهود الكبير اللي من ساعه انتهاء الدوري لحد النهارده، ما فيش حد مريح، ما فيش راحه، ناس كلها اللي رابطه واتحاد الكوره بيجهزوا للموسم الجديد. الدكتور اشرف صبحي استاد القاهره مهتم كمان بيجهزوا برضو عشان يليق بالدوري والكره المصريه يبقى على اعلى مستوى. احنا من يوم ما قفلنا من 2007 لحد النهارده مجهود معمول في استاد القاهره، عايز اقول لحضرتك يعني فوق ما حضرتك تتخيلي. استاد الزملاء في استاد القاهره كلهم من يوم 2007 لحد النهارده ما فيش راحه، احنا ما ريحناش، بالعكس ده احنا اصعب فتره علينا كانت الشهر دوت تجهيزات للموسم الجديد. ان شاء الله يبقى حاجه صليح في الرياضه المصريه. انت طبعا حضرتك تعلمي ان احنا في شويه تعديلات عملناها في استاد القاهره في مقصوره الاعلاميين والمقصوره الرئيسيه، كل دي متطلبات عشان البطوله القادمه. طبعا احنا اشتغلنا فيها وهي جاهزه ان شاء الله، وفي نفس الوقت برضو احنا بنجهز للدوري. فيعني زي ما تقولي احنا الظروف ساعدتنا بطولتين مع الدوري نبقى جاهزين ليهم. الحمد لله الاستاد جاهز لاستقبال 5 فرق الموسم دوت، احنا كنا المفروض 6 فرق بس طبعا يعني فضلنا 5 عشان بس نريح ارضيه الملعب. هو كان المفروض يا استاذ وليد حسب ما سمعنا ان 8 فرق كانت حابه او ابدت رغبتها في ان هي تلعب على استاد القاهره، دلوقتي حضرتك بتاكد ان هم فقط 6 لكن انتوا اخترتوا 5. احنا عايز اقول لحضرتك احنا اكثر من 8 فرق والله كمان يعني كانوا موجودين، وده شرف لينا. طريق قد ايه احنا مبسوطين جدا ان استاد القاهره رجع تاني وحملنا فيه الروح رجعت فيه تاني من الاول والفرق بقت فيه. استاد القاهره هو طول عمره ايقونه كره القدم المصريه يا استاذ وليد. كريم يا سلام يا كريم، طبعا استاد الرعب برضه. لا لا والله. وعلى فكره برضو على ذكر الموسم الجديد زي ما حضرتك تفضلت من شويه، وهيتلعب فيه كم كبير جدا من المباريات في بطولات مختلفه، يعني هيتلعب فيه مثلا مباريات للمنتخب في تصفيات المونديال، ماتشات الاهلي في دوري السوبر الافريقي، كل ده غير ماتشات الدوري. فواضح من كلام حضرتك ان الاستاد يعني جاهز تماما لاستقبال هذا الكم الكبير من المباريات ان شاء الله. احنا جاهزين، ويعني كل المنظومه كلها جاهزه لنجاح الدوري. الحمد لله يعني مترقبين دوري يليق بالرياضه المصريه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله انا واثق في الجمهور هيدي مثال السنه دي يعني للناس، عشان احنا ما قدمناش حل غير ان احنا نلتزم بالتعليمات عشان نبدا على الدور الثاني من الدوري، الجمهور يزيد وتبدا بقى الحياه ترجع. لان خلي بالك حضرتك الحياه بدون جمهور والاستاد بدون جمهور ملوش اي صعب صحيح. يعني ملهاش ودرجات خاليه بدون جمهور، ماتش مباراه ملهاش اي يعني مش عارف. طب انا باللغه العربيه. لا لا احنا فاهمين قصد حضرتك، بس استاذ وليد ايه هي ال5 فرق اللي هي تم اختيارها؟ ايه هم؟ نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الزد ونادي الدوشر ونادي البنك الاهلي.
رائع جدا. أوكي. كل التوفيق، ونتمنى بجد المشهد يكون اكثر من رائع وافضل كمان من السنوات الماضيه، واحنا واثقين باذن الله ان هي او هو هيكون موسم اكثر من رائع. شكرا ليك جدا استاذ وليد، وبالتوفيق ان شاء الله في الخطوات القادمه. حلو ده يعني جدا. ودي حقيقه على فكره، مش مبالغه باي حال من الاحوال لما نقول ان استاد القاهره هو ايقونه كره القدم المصريه، واحنا عايزين نرجع نشوفه متالق زي ما كان طول عمره متالق وبيحتضن وبيستضيف اهم المباريات، ولا سيما لقاء القمه لما بتلعب في استاد القاهره، ده حدوته لوحدها.